دعت منظمة هيومن رايتس واتش السلطات الليبية إلى التأكيد سريعاً عما إن كان قد أفرج عن سيف الإسلام القذافي وأن تكشف عن مكان وجوده الحالي، مؤكدة أن نجل القذافي لا يزال مطلوباً من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وقالت مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسون إن الإفراج عن سيف الإسلام القذافي استناداً إلى قانون العفو العام في البرلمان الليبي لعام 2015 لا يغير حقيقة أن المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بانتفاضة عام 2011. لمزيد من التفاصيل زوروا الوسط.الواي